ليش ما استنيتيني؟ عدم المؤاخذة، ممكن استخدم تليفونك؟ رجاءً، كتير ضروري. طبعاً. تسلمي لي، شكراً كتير. وين تليفوني؟ مع هاي. شلون تعطيها يا؟ ساعدوني ساعدوني، سرقت تليفون بنتي يا شرطي، ارجوك الحقني، سرقت تليفون بنتي. اه شو بصير يا حرامي؟ وانا بدي اشتكي عليها وحده. دقيقه يا اخي، ما بتستحي على حالك تضحكي على بنت صغيره؟ دقيقه يا مدام، بدي اتصل بامي لهيك اخذت التليفون. انت فهمتيني غلط. ايه نحن سمعنا الاغنيات كثير. استنى ليك عم بحكي. الحقيقه بتحكيها بالمخفر. يلا مشي لك. ليك والله في غلط. امشي. سألت لما أخذت التليفون. امشي ولا تعذبينا. ما بعرف وين اختفت وشو صار معه، وما معه مصاري. كيف صار هيك؟ بلكي ضلت بالشارع بالليل. الله يحميها. يا ألمة يا مسكينة. طلعي فيني معلا. أصلا روحي براس مناخيري هلأ، بفضي كل جناني فيك. يا لا تعصبيني. خلاص خالتي لا تعصبي. وين أنت؟ لروح لعندك فورا. عادي محل ما أنت. إذا اتصلت بتحفظيها العنوان وبتخليها تركب بشي تاكسي وتجي، وأنا بدفع لك الأجرة. ها؟ لا هلأ راح اطلع بكل محل. قلتلك بدي دور بكل محل. إذا ما لقيتها راح روح على المغفر. ها؟ إذا اجت بتعطيني خبر. مفهوم؟ إيه ماشي يلا. ها؟ وقفي، ممنوع المرور. ألمة ألمة، دقيقة ما بصير تمري يا خانم. لك دقيقة. لك هشيتاتي شنتايتي، شو عم بتساوي؟ خليكي محلك. يا أخي يا أخي، هاي شنتايتي، وين بنتي؟ ألمة. اسطنبول مدينة أحلامي، كنت كتير من شانه وبالآخر حققت حلمي. مع هاي المدينة عم تنفتح صفحة جديدة بحياتي. بعرف إنه ما كانت سهلة أبداً الحرب، الحرب الحقيقية هلأ بلشت، بس قد ما كانت صعبة ما رح أتراجع. ماشي، يمكن ما تتحقق أحلام، بس شو ما صار رح ضل مبتسمة. هذا وعد، دايماً رح أبتسم. يا بحلف لكم يمين إني ما سرقته. الشنطة إلي. احكي لشوف، صفيتي بلا مصاري ولا عيلتك قطعت لي خرجيتك؟ لا ما قطعوا لي اياها، بس الظاهر ما كفتها. شكلك طيبة، واضح انهم خادعينك. انا فهمت، شكلك ما بتعملي هيك شغلة بنوب. يا جماعة ليش ما عم تصدقوني؟ بحلف لكم يمين اني بريئة. بقطع ايدي اذا بتعترفي بجريمتك. طلعي فيه، انا بعرف كتير بنات مثلك جلطوا ابائهم وامهاتهم، بقى لا تجدبيها علينا. احكي بقديش بتبيعوا التليفونات. طلعي على هذا شوف قديش بيسوى، اكيد بتعرفي. مين معلمك؟ رجب الطبال. طيب قديش بيعطيكي؟ وين محل شغلكن؟ عند محطة القطار ما هيك؟ احكي بنتي خلصيني، لا تجيبي لي جلطة. ها وحياة الله ما بعرف مين هذا رجب الطبال، كأنه ضيعت أمي وكنت عم بتصل فيها. يا أخي عم قلك ضيعت بنتي بالقطار، عم دور عليها. ليش ما عم تسمعني؟ تفضلي معي على المغفر. لك ليش بدك تاخذني على المغفر؟ تفضلي إذا بتسمعي. لك اتركني، لك اتركني، ليش عم تشجدني؟ لك أنا مضيعة بنتي. شو هذا يا؟ لا كتير هيك.
ايه ماشي، ما بيناسبك، بس شو بدنا نعمل؟ ما في حل تاني. بدك يانا نموت من الجوع يعني؟ وبعدين لما نكون متضايقين مثل هلا ما عنا فرصه نختار شو بدنا نشتغل. ماشي، نحن احرار وكلام التانيين ما بيغبر علينا، بس مو لهالدرجه. مشان الله، الله يخليكي، بعدين بروح. ماشي. ليكي وليلى طلعي لي خلقي، ما بقى للكتاب غير يومين ولهلا ما في بدله عرس. امي قلت هي اللي بدها تخلص اليوم. البسي هي، الزلمه مزروع قدام الباب. طيب قالت لي الخاله ملك لا تتركي البيت، يعني بلكي اجت الما لهون. انا ما بخلف بوعدي. انت رسنك بايد مين معلم؟ بايدي ولا بايد ملك؟ باللحظه اللي وصلوا فيها على اسطنبول ضيعوا بعضهم، بكره بتشوفي شو رح يصير فيهم، رح يشلحون ثيابهم وما رح يحسوا. بس وحياتك بيستاهلوا، اللي ما بتسمع الكلمه هيك بصير فيها. امسكي هدول يلا، فرقيني بريحة طيبة. أمي قلت لك يلا. جاهزة؟ عم قلكن ضيعت بنتي ولسه عم تشدشتوا فيني، الله عليم شو بيكون صار فيها. قولي أكيد بتكون ماتت من الخوف، أنتوا هيك بتتصرفوا مع الأم اللي مضيعة بنتها؟ عن جد ما عم بفهم. أنت امشي بالأول ومنشوف الأولاد المفقودين، وساعتها نحن بنعرف كيف نتصرف معكم. يا عيني دقيقة، لو سمحتي حطي شنطايتك هون وارفعي إيديكي، بدي فتشك. وعلى شو بدك تدوري معي؟ هذا تفتيش خالي، منطبقه على الكل. إصبعك في خاتم، يمكن أنت متجوزة. حضرتك أم؟ إذا مو أم رح تصيري أم. أنا عندي بنت وضيعتها بالمحطة، يوم الصبح إجينا على اسطنبول، ما بعرف كيف ضيعنا بعضنا، خايفة ليكون صار عليها شيء، الله لا يسمح. يعني ما بتعرفي؟ إيه هدول ما عم يسمعوني أبداً. أنت عندك وسط شيء؟ أنا عندي بنت وضيعتها بالمحطة. الله يعين الأهالي على أولادها اليوم. ايه اكيد هذا جيل لعين. لسه ما في حدا هون بيفهم بأحوال الناس. قولي يا امي، لهلا لسه عم تفتشوا بشنطايتي. شو هالضجه هي؟ هلا راحت علي. شو بدك؟ ليش واقفه هون؟ الما طلعت عن جد يا الما بنتي. انت منيحه؟ الحمد لله اني لقيتك اخيرا. انت شو عم تساوي هون؟ ها؟ شو يعني شو ساوي هلا؟ كل مين طلع بوشي اعطيه شامبو؟ اف بنتي، ما تعطي غير للامهات والولاد ماشي؟ اذا بدك تضلي قلبي خلقتك هيك ما بيمشي الحال معنا. عفوا، ليكي هالزحمه، انا مستحيل وزع هون، تعي نروح على محل تاني. ماشي نور، كل وحده بتوزع لحالها، انت وزعي هون وانا رح روح لهنيك ماشي؟ لا تشغلي بالك، اذا بتشوفك امك ما رح تعرفك. اف منك اسيل. لا نور، انت مو معقوله يا بنت، طالعه بتاخذي العقل. لا بقلك كثير. خليني صورك. يلا بنتي توكلي يلا. يلا ما عم صدق. خدي بقى، انا ما بدي، موفقه بشغلك. شو بنا انسى نور؟ نسيتي انك قبل ساعه كبيتي علي كاسه شاي سخنه وحرقتي لي ايدي وعملتي لي محاضره؟ ليكني عم حاول واجه الحقيقه وتبنى الحياه اللي عايشتها. اللي عم نعمله لا قله شرف ولا سرقه، عم نكسب لقمه عيشنا بتعبنا. اذا بدك تستسلمي بهالسرعه انت حره. مثل هذا الأنف. تفضلي حبيبتي. شكرا. تفضل، هذا الموديل كثير. لا يسلموا، ما بدي شكرا. ليكي شوفي هي ما احلاها وعم تلمع كمان، البسيها لشوفها عليكي. بدي دلل ليك، بس بالاول البسيها لشوفها عليكي.
عدم المؤاخذة مدام ملك، صار سوء فهم، فكروا إنه في بشنتتكن إمبلي. ولو مو مشكلة فداكن يا حضرة الضابط، بس ما بسمح ينحكى على بنتي لأنها مترباية ببيت عيلة، ربيتها لوحدي وحياتك ما دخل عتمنا لقمة حرام. بس في حق على بنتك كمان، هون مو مثل البلد الصغيرة، في ناس من كل الأنواع، وبما أن قررت تعيش باسطنبول ما في داعي تحكي مع مين ما كان. منين بدها تعرف؟ فكرة كل الناس نظيفين مثلنا. ما لازم تفكر هيك، بدها تكون مفتحة. كل يوم عم نلاحق مجرمين، حرامية وقطاع طرق، وموزعين مخدرات، بياعين نسوان. الله يحمينا، شو قلنا شغل مع هيك ناس؟ انتو مالكن شغل، بس الحذر واجب. ممكن لا سمح الله وانتو نايمين بأمان الله ببيتكن يقلعولكن كليتكن ويسرقوها وما بتحسوا بشي. قولي الله لا يجربنا. لولا الوظيفة ما بيجي لهون أبدا، هون ما بيتربى ولد. هون إذا بيصير معك مشكلة ودقيتي على باب شي حدا ما بتلاقي مين يفتح لك. في هيك كتير كتير. طولت لهلأ ما لبستيها؟ لبستها. لو ورجيتيني إياها عليكي. طلعت حلوة كتير. ماشي أخذناها. ألف مبروك. شكرا. أهلي. وصلت لها العمر وما فتت على مغفر أبدا. ما صارت معي مشكلة لا مع الدولة ولا مع الشرطة. شو هاد اللي صار فينا يا ربي؟ ما كفى هون مسكوني مثل قطاع الطرق اللي بالجبال، وبدأيتين دماغولي بنتي بدوغة الحرمية. كيف بدنا نعيش بهاي المدينة؟ ناس تخلت عن أخلاقها. يا حيف يا حيف عليهم. اجاك الموت يا تارك الصلاة. قال شو بدها تدرس مسرح؟ مرحبا خالي، نحن جايين من البلدية. يمكن حضرتك سمعتي انه في طريق بده يمر من هون. سمعت ايه، وهذا تبليغ بالقرار. شو بعمل بالورقة والظرف؟ قول شو مشكلتك وروح من هون. بدك تخلي خلال 15 يوم، بعدين رح يجوا فرق الهدم. روحوا من هون، هذا بيتي من 40 سنة وما رح اتركه. شوفي يا خالي، هذا البيت ما له طابو. شو بعمل اذا ما له طابو؟ روح قول هالحكي لصاحب البيت. صار لي 40 سنة عم بدفع اجرة هالبيت، الباقي مو مشكلتي. رح يتبلغ هو كمان. اصلا هو بلا شرف، عنده 100 بيت، طبعا ما رح يهمه. نحن عم نقوم بواجبنا يا خالي، ولازم تخلي البيت. قرار المحكمة واضح، البيوت رح تنهدم. امي الله يخليكي احكي معك. امي عصبي صرخي بهدليني قولي اي شيء، بس الله يخليكي لا تسكتي. كأنك بدك تتراجع عن كل شيء وبدك ترجع على الضيعة وترجعيني معك. بترجعكي لا تقولي هيك. صدقيني ما عرفت شو اللي صار، كله بسببي.
وأنا عم بتصل فيكي ما لقيت حالي إلا بالمغفر. أمي الله يخليكي، لا تقولي لي راجعين. أنت إمتى سمعتي إنه ملك أمك استسلمت؟ ها؟ ماشي اللي صار مو بسببك، بس إذا بتمسك بإيدي بكون لمصلحتك. أمي يلا نشوف. تطلعي لوراكي ابدا، خليني واقفه مع شوي كنت عم طبق. امشي ولا تطلعي لورا، قلت لك لا تطلعي لورا. شو بكي؟ تعي لهون. شايفه هديك اللي جايه من هنيك؟ ايه شايفتيها؟ هي هي البنت اللي بتقربها لألما، بنت مرضعتها لامي اسمها معلا، كانت بتحب واحد اسمه حميد. لا مو هذا هو اللي ماشي معها، مين هذا يا ترى؟ تركينا منها وخلينا نشوف شغلنا. لا تخبصي، اذا شافتني بتسود لي عيشتي. انت ما بتعرفيها، هي عندها ام اذا بتعدي معها ساعه بتكبري بالعمر 20 سنه. سودت لي عيشتي بهالزمانات، مره مو طبيعيه بنوب. تخيلي اني مره شفتها عم تقفل على بنتها بالخزانه. خليها تشوفنا شو فيها. تخبي نور تخبي، اذا شافتني معناتها خلصت حياتي. راسا بيطير الخبر لامي وبتبلش تالف علي حكي اشكال الوان. الاصدقاء ببينوا بهيك اوقات ما هيك؟ بدك تخلي تارك يروح ولا بروح باخذ لك يا روحي؟ شو؟ جاي على بالي اكل مهلبيه. المهلبيه بتسمين، امشي. اوعك تطلعي لوراكي يا معلا. سلام قول من رب الرحيم. بهالسرعة نسيتيه لحميد؟ معناتها حبك وعشقك له كله كذب بكذب. مين هذا الاهبل اللي معي؟ انا ما بدي انسى لحميد، والله ما بدي انسى، انا بحبه كثير بس امي جوزتني بالزور لكاظم. هلا مع مين عم تحكي؟ تركي خطيبتي بحالها، شو قلت هالذوق هي؟ امشي انت كمان، شو عم تحكي؟ مع ناس لا بتعرفيهم ولا بيعرفوكي؟ امشي. اركان لا تواخذني، كنت عم بسقي الزريعة. يعطيك العافية، قلت بفرجيك الإعلان إذا عجبك بعلق لك إياه. شكرا كثير أركان، عن جد عذبتك معي. شو هالعذاب عمي صالح؟ أنت بس لاقي مستأجر، وإذا ما مشي الحال منقعد مع بعض ومنشرب قدح. ماشي. شو فيك؟ فوت ولا شوف. معناتها لقيتوا بعض بالاخير. لا تسالي امي، البلد هاد مثل المحشر، لو تعرفي شو اللي صار فينا. استني لسه ما شفتي شيء. بدي افهم مين اللي اخذك من هداك الطريق. ما اخذنا احتياطاتنا، من هون وهيك منصير مننتبه على حالنا اكثر. امي البيت كثير صغير، وبعدين انا وين بدي احط طاولتي دراسه؟ وين بدي ادرس؟ وين بدي احفظ كل دروسي؟ امتي ربك انك لقيتيك. ليش عم تتوشوشوا؟ احكوا بصوت عالي. شو هالقلة الأدب؟ قالت إنها تأخرت على المعهد. يلا ألما، أنا هلأ بدي وديكي على المعهد، وبعدها بدي التقي بالست شيرين. ليكي قلت لها بشوفك الظهر وصار العصر، بس هي بتقدر الوضع، بتقدر إنه جايين من سفر. لسه ما خلصت كلامي معك. لما برجع بنحكي أمي. ها؟ ألما تعالي يا بنتي. يلا. استغفر الله العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. بسم الله. أخيرا صرت هون. إذا قررتوا تغيروا حياتكم عن جد بتنجحوا، بتقدروا تنجحوا برغم كل الصعوبات. حبيت هاي الدراسة وجيت لهون غصب عن أمي، وفوق هيك مفكرتني رح أخسرها، مع أنها هلأ جنبي، جنبي أكثر من اللازم. نوب ما حد حلو ما هيك؟ مرحبا ابني. ليش هيك عم تنط مثل السعدان؟ شو بدك منا؟ على الأغلب أنتوا جداد هون. شو دخلك؟ لا تحكي يا خالتي بترجعك. شو رأيك تبعد عن وشي؟ طيب خذوا هدول،
أنا هون من 6 سنين، كتبت تجربتي كلها هون. إن شاء الله غير مرة. هي بنتك؟ تارك البيت جديد ما؟ شو علاقتك ببنتي؟ لا تحكي هيك، هي مثل أختي، أنا هون بحميها. ليكي اسمعيني، هون كاتب كيف الإنسان بيدافع عن حاله باسطنبول، وين الخطر؟ هون في نشالين، بعدين كاتب كيف بيوقعوا الناس بالنصب والاحتيال. ها أنا كتبتهم كلهم هون، هي تجربة 6 سنين، خدي لك نظرة. قديش حقها هاي؟ 7 ليرات. شو؟ 5 ليرات. الرجال طلع بخيل يا أمي، اشترى بدلة عرس من أرخص نوع. معناته عم يكسب مال حلال. حمدي ربك إنه عنده بيت يضبك فيه. واحد مو مربى وبلا أدب. خلاص شو هالحكي يا بنت؟ يا أمي ما بيفهم نفسية البنات، ضلينا كل نهار عم نتفتل بالسوق. قلت له بدي آكل مهلبية، قام ما رد يعزمني. هلأ فهمنا شو مشكلتك. لا تكتري حكي على الفاضي، أنا أعطيت كلمة وهي الشغلة رح تصير. أمي أنتي ليش ما عم تصدقيني؟ جماعة الجنك شو بعيد من هون طلعوا مو موافقين على الشغلة. ده سوريا حاضرين، ما عندهم لا شغلة ولا عملة غير يطلعوا ليه؟ إجوا بالمنام أمي، كانوا طوال كتير، عيونهم سود وشعرهم أحمر وأنوفهم حمراء. قالوا لي ما بدك هالزلمة، رح يموتك من الجوع. أنتي ما بتفكري غير ببطك ومعدتك. بعدين لا تزعلي أمي، أنا ما بخلي حدا يضايقك، أنا كمان رايحة معك. كيف يعني؟ رايحة معك. بعد أسبوعين أنا وياكي رح نسكن سوا ببيت كاظي. عم تقصدي الخالي ملك يعني رح تضل ساكنة بهذا البيت؟ عن أي بيت عم تحكي؟ بدهم يهدوا البيت. أوف يا مليت من تعقيد هالبنت. أمي ليش لا تتعرفي على الأساتذة؟ شو مدرسة ابتدائية نحنا؟ إيه شو بتفرق بنتي؟ هدوليك أساتذة وهدول أساتذة، بعدين من حقي أعرف وين بدي أترك بنتي وبين إيدين مين. تصطفلي روحي تعرفي واسأليهم إمتى تسليم الجلاء وموعد اجتماع المدرسين كمان. ما بيصير أستاذ، ما بطلع على المسرح بهذا اللبس. شو منعمل يا بنتي؟ هي إمكانياتنا. جولييت ما بتلبس هيك، الخدامة تبعها بتلبس أحسن منه، فوق هيك كبير نمرتين. حضرتك قولي طالعة بشبه جولييت ولا خدامتها؟ والله بصراحة ما بعرف عن مين عم تحكي، بس هذا اللباس طالع كأنه مستعيرتي. لو أخذنا شوي من خصر وضيقنا بيطلع كتير حلو عليكي. حضرتك مو مدام ملك؟ ايه أستاذ برهان. فكرت وكسبتها وتعرفت على حضرتك وقررت اسمح لبنتي تجي على المعهد. وقرارك بمحله. ايه أستاذ أنا شو بدي أعمل هلأ؟ أنا حسيت أنك بتفهمي بهاي الشغلة. شغلتي؟ إذا عندك وقت ممكن نحكي مع بعض؟ أنا جاية منشان نحكي مع بعض. تفضلي. لا يا الله شو هالكابوس يا الله. الماء؟ شو هربتي مرة تانية؟ كم شخص كنتوا؟ فضل نجاحاتك اليوم الهمبرجر على حسابي أنا، وأنا كمان رح آكل. بدي آكل كمان كريم كراميل. لا ما بدي، أنا مو ناوية أزيد وزني، إذا أنتي بدك كلي. طيب منشرب كاس كبيرة، شو رأيك؟ أوكي؟ أوكي. أنتوا وزعتوا قهوة ما هيك؟ لا وزعنا شامبو، وزعنا 1000 2000، وزعنا كل اللي معنا. والله الدفع لهذا الشغل يوم الاثنين الجاي. كيف يعني؟ ليش ما قلتوا هالحكي من الأول؟ هاي اسمها فوضى، اليوم وزعنا واليوم بدنا نقبض. استني ليك، عن جد نحن بحاجة المصاري، ما بتقدروا تدفعوا لنا اليوم يعني؟ ما بقدر ادفع غير بدل الاكل والمواصلات، الباقي ليوم الاثنين. ايه باخد شوي من خصره وبزبط له الابي، بيطلع بجنن، بس ما معي ادوات طبعا. انسي عايدة، وهيك بتكون انحلت مشكلتك. شكرا كثير مدام ملك، رح نعزبك معنا. استغفر الله، هذا واجبنا. معناتها بكره الساعة 1 عم نستناكي هون، رح تيجي ألبسة تانية من المسرح الحكومي. وطبعا هي الألبسة الجاهزة أكيد ما رح تيجي على مقاس طلابنا. بسيطة، أنا بعمل اللي بيطلع بإيدي.
تسلمي. شكرا. خاطركم. مع السلامة. هاي المادة مرة بالأسبوع. والقاعة تبعها تلاقيها هونيك بآخر الكريم. ألما بس تفضي وقفي على الباب، بس خلص بيجي بياخدك. طيب المحاضرة رح تبلش. بخاطرك. ليش شو عملت لك؟ المحاضرة بلشت؟ هو من زمان يا سيدي بحياتي. هات احكي لي. من هيك بنت. أول تمرين عنا ما رح يكون صعب. أنا واثق إنكم نفستوا عدة مرات وأنتوا صغار. أنا آسفة أستاذ، ممكن أدخل؟ بس أنت دخلتي، لازم تقولي ممكن أقرب أكتر؟ أنا ما عم نكت. ما بحب التأخير على المحاضرة أبداً، وإذا بتتأخر ولو خمس دقايق رجاءً لا تقطعوا الدرس، مفهوم؟ استنوا الفرصة. أنا آسفة أستاذ. بسيطة، فيك تقعدي. شكرا، وما رح تتكرر. أنا تساهلت لأن أول محاضرة. وين كنا؟ الجملة هي خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على حيط خليل. مين بجازف؟ ألما. راح شريف وشريف ليشتروا شرافش. استريحي استريحي. شفت لي هالحوبة هي؟ خيط حرير على خيط خيط حرير على خيط. هاي حتى طلاب الابتدائي بيعرفوها، خيط حرير على حيط خليل، خيط حرير على حيط خليل. برافو. معناها ألما لازم ترجع الابتدائي. راح شريف وشريفة ليشتروا شراشف، اشترى شريف شرشف واشترت شريفة شرشف، قاس شريف شرشفه على شرشف شريفة، طلع شرشفه أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف، منيح هيك؟ أنا آسفة أستاذ. شو هادية؟ طلعت معلمة بهالشغلة. خليكن أنتو، أنا راجع. ما بتعبي العين، بس جذابة كتير. ها؟ يو عليك. شبه؟ ألما. ألما. أنتي صار ترك الخشبة والطالعة لبرا عندك عادي ما هيك؟ أنا آسفة أستاذ، بس أعصابي كتير توترت. بس الحل مو بالركض والطالعة. أنتي خجولة زيادة عن اللزوم. إيه. أنتي شو عم تعملي؟ هو ياما لسه رح تشوفي من رفقاتك. أستاذ أنا ما توترت لأنهم ضحكوا علي، أنا مضايقت لأني تلبكت. يمكن غلطتوا لأنكم قبلتوني بهذا القسم. أنا ماني مثقفة وما عم بفهم عليهم شو عم يحكوا. أستاذ هن بيعرفوا كل شيء، بس أنا لهلأ ما شفت مسرحية حقيقية. مزبوط، مو مثقفة. ألما مشان هيك أنت هون، مشان تتعلمي. ليكي هالأربع سنين بيمروا بلمح البصر، ما رح تصدقي حالك. لسا مبارح كنت طالب، وهلأ ليكني صرت أستاذ. اسمعي لقلك، هالأربع سنين حاولي إنك تمضيهم وأنتي مبسوطة، ماشي؟ درسي كتير وانبسطي كتير وعشاي كتير. هيك لازم تقضيهم. شكراً كتير أستاذ. يلا يلا استني شوي. من وين تعلمتي هاي الجملة الطويلة؟ علمتني اياها امي انا وصغيرة. صعبة كتير. هلا
بشتري لك بالون جديد. كتير أكل شغل معها ليش كل هالسحر؟ عم تدوري على بدلة عرس؟ لا يا بنتي، شو بدي ببدلة العرس؟ أنا ملك. عمك خير الله خبرك إنه بدي أجي لعندك، ما خبرك عمك؟ مشان الشغل. حكينا الأسبوع الماضي. كان موعدنا الساعة واحدة. عدم المؤاخذة يا بنتي، صاير اسطنبول ما بينمشى فيها من أول ما وأنا مشكلة. الحمد لله حليتها وإجيت، بس أكيد رح نتفاهم لأنه أنا كمان بلتزم بالمواعيد. واضح. تأخرتي 4 ساعات بالضبط وما عذبتي حالك بإنك تتصلي تليفون. بس ما اتصلت لأني أكيد رح إجي. نحن هون من سابق الزمن يا مدام ملك، كل دقيقة إلى قيمة عنا، وما بعتقد أبداً أني ممكن سلم شغلي لوحدة مثلك. أنا هلكت بهالكم ساعة بنتي، بعدين لكني إجيت، بعدين على أساس اليوم مقابلة وبس، ما كنت رح أشتغل. شو هالظلم بنتي؟ هذا اللي عم قوله، ما بتحمل أبداً عدم الجدية. شو يعني عدم جدية؟ أنا صفيت شغلي كلياته بمدينتي وإجيت لهون من شان هذا الشغل. بعدين عمك خير الله ما حكالك عني لك بنتي. بالتجارة ما في شيء اسمه قرايب مدام ملك، بتصرف حسب اللي بشوفه بعيني مو حسب الكلام اللي عم اسمعه. بعدين تأخرت كتير، ما بقدر استناكي، أخذت وحدة بدالك. الحمد لله عندي رؤية مستقبلية، هلأ بدنا نبيع هدول فورا، مو كتار بس مندبر حالنا فيهم. كان غيرك أشطر يا حبيبتي، حاسبين هنن هالحساب. ليكي شو مكتوب عليها؟ هدية، يعني ما رح تقدري تبيعيهم. لا تشغلي بالك، أكيد رح نلاقي حل. ألو؟ نور؟ أيوة، مين؟ أنا ألما، كيفك؟ ها، أهلين بالأميرة. ليكي أنا مع أسيل. أنتوا بالبيت؟ إيه بالبيت. المحل هون نظيف كتير، قاعدة بتشرح القلب، البيت سوبر ديلوكس. والله أنا اشتقت لكم كتير. لكي إذا سمحتي خليني أحكي مع أسيل. خدي أحكي. يسار؟ أيوة. أسيل؟ أنتي بأي وش عم تتصلي فيني؟ بسببك علقت مع أمي وصار معي مشكلة. أنا ما حكيت شي أبداً. ما بدي منك شي، بس اطلعي من حياتي. اوف، العمى ما ألزق فوق عم تتصل كمان. وديك الخوفة. أخي أنت عم تضغط علي كتير، لو معي ما بدفع لك، الغرف كلها فاضية ما عم يجيني زباين. بس يصير معي شوي أنا بدفع لك إياهم مباشرة. يا زلمة أنت ما بتفهم بالحكي يعني؟ لك والله ما معي. عليكي كتير؟ والله كنت بنص المحاضرة وما قدرت أطلع. مو مشكلة، بستناكي. وإذا ما مشي الحال بنحكي مع أساتذتك، بلكي بيعملوا لك استثناء. ماما أنت منيحة؟
صاير معك شيء؟ لا، شو بده يصير؟ مو صاير شيء بنوب، أنا تعبانة مو أكتر. كيف كان لقائك مع الست شيرين؟ شو هالست الأكابر؟ الناس اللي هون بيفقدوا شخصياتهم، هي قليلة احترام ولا شي تاني ما بعرف. مهم ما اتفقنا. مو معقول. اي شو فيها يعني؟ بتلاقي شغل. بعدين هي الخسرانة، اللي ما بيحترم وحدة مثلك هو أكيد ما بيحترم حاله. والله عن جد؟ طبعاً. الساعة 9:10. بحياتي ما ضليت بالشارع إلا مثل هذا الوقت. هاي المدينة خلتنا نصير مثلها من هلأ. هلأ مرضعتي بتقتلني، بس شو ما قالت معها حق. أنا ما قلت لك بعيد كتير، ليكي كم ساعة صرنا على الطريق؟ يعني معقول هيك اليوم؟ أي مزبوط معك حق. إذا ما بدك تركي المعهد. أنا ما هيك كان قصدي أمي. معناتها لا تنقي، هذا هو بيتنا. أصلاً مرضعتي ما بتتركنا شو ما صار. طيب أمي شفنا البيت، كيف بده يسعنا كلياتنا؟ بعدين أنا وين بدي أدرس وكيف بدي أحفظ؟ يعني ما فكرتي بهالشي بعدين؟ لما هاد بيفكروا بكل شي. معلا رح تتجوز، اشتريت لك طاولة دراسي وفكرت بكل شي. وقف لنا هون أخي. أختي ليش ما عم توقعي لنا؟ وقعي وإذا بدك لا تدخليهم، وخلصينا عند هالمسا بقى. غري أخي. يا ستي صار لنا كذا ساعة عم نتفاصل وتحملنا أجرة النقل، مو مشكلة، بس ما بدي أدخل الأغراض، ما فهمنا القصة يعني. ما بدخلهم، اللي بيجي بهيك ساعة ما بستلم منه شيء أبدا، مستحيل. هات أخي هات، أنا بوقع لك. لا تأخذنا أخي. أمي افتحي الباب بترجاكي. أمي معقولة تسخي فينا؟ أمي افتحي لنا الباب. ترجعوا مطرح ما كنتوا. أنتي أكتر وحدة بتعرفي إني ما بستقبل حدا بهيك ساعة. لا تقسي علينا أمي الله يخليكي. ما حسينا بالوقت كيف مضى. المسافة بين المعهد والبيت بعيدة كتير. ركبي باص وانزلي وطلعي بتاكسي، وهيك ما حسينا إلا الدنيا عتمت. شكرا كتير أمي. زعلك منا وفهمنا، بس ليش زعلت من الطاولة والكرسي أمي؟ ليش ما دخلتيهم لجوا؟ وحياتك هلأ حتى خلص درس البنت؟ صدقيني ما عم كذب. ملك فرضتي حالك علي وإجيتي على بيتي، ما سألتي ولا استأذنتي، وما كفاكي رحتي جبتي لي كلاكيشون وحركيشون. احكي لي نيتك بصراحة. قلت لك نيتي على التليفون أمي، جاي يدرس بنتي، وفكرت انه نعيش نحن وياكم مع بعضنا. قال فكرتي؟ قال معلّة بعد يومين رح تتجوز. منيح، ألف مبروك. وانتي ما بتعاني من الوحدة ونحن؟ أنا رايحة أعيش معها. انتي؟ ها ماشي. انتي شايفي هذا المناسب؟ لا تشغلي بالك، أنا بدير بالي على البيت وبعمل له وجه بويا ووجه دهان، بكفينا يكون في سقف نتقاوى تحته أنا وألما. اسكتي شوي واسمعي كلامي للآخر. ما ضل في بيت ولا شي. اليوم بلغونا إنه بدهم يهدوه. خلاص. ما دام القصة هيك بكرة رح دور على بيت. لو حكيتي هالحكي من قبل، بس يلا معلش صار اللي صار. كأنه حدا سأل وأنا ما جاوبت. ليكي ملاك،
بما انه لساتك باولها، خدي بنتك ورجعي على بلدك. هالبلد مليان وحوش، ما حدا غيري بيعرف اللي دقته طول هالسنين. انت مو متعوده، ما بتقدري تعيشي. لا امي، انا اعطيت قراري، بدي ادرس بنتي. لا حول الله. امي انت بدك شي مني؟ لا لعي. 50 100 200 300 اجرة المواصلات، وبقدن حق اكل. معيشة صارت غالية كتير، لزمونا لهيك وقت. بكفوا امي؟ عم حاول خليهم يكفونا، مصروف المواصلات بيطلع قد الاجره. امي بدي اقول لك شغله بس، ما فيها زعل. ايه لا تساومي مع امك، احكي لشوف. عم اقول لبين ما تلاقي شغل انا رح اشتغل باوقات فراغي بالمعهد، بعدين كل هالضيق مو بسبب دراستي انا، معناتها انا كمان لازم ساهم بالمصروف. يا روحي يا حبيبتي، انا نحن تربينا ببيتنا وتعودنا على انه كل واحد يقوم بواجبه بالحياه. انت واجبك تدرسي وانا واجبي اصرف على البيت، وجيتنا على اسطنبول ما رح تغير شي من عاداتنا ابدا. انا ما حكيت هيك شي لحتى زعلك امي، حابه اساعدك وبس. ما زعلت بنتي، امتى كبرتي كل هالقد؟ متفاجئه. بإذن الله ما رح نتضايق ولا تشغلي بالك. رح نفضي بيتنا اللي كنا ساكنين فيه، والغراض اللي فيه أكيد بتلزمنا، ومنأجر البيت وكل شي بيصير تمام إن شاء الله. ماما أنت متأكدة؟ هذا البيت ما حدا بدير باله عليه. دخيلك، شو بعمل؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب. أنت أم ما في مثلك، أنا بوعدك إنه يكون كل شي مثل ما بدك. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.